نقول بسم الله نبتدي معاكم حلقه جديده من حلقات برنامج بروفايل شبابي، ومتواجدين احنا بمتحف السيارات القديمه والكلاسيكيه، يواليهم العافيه على استضافتنا. ضيفنا في هذه الحلقه راح يكون بطل من ابطال هذا البلد الجميل ديرتنا الكويت، لكن في رياضه مغايره ومختلفه. عشان تعرف اكثر واكثر على لاعبنا بطل كره السرعه حسين ميرزا، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم مره ثانيه في بروفايل. خليكم معنا. أحبها منذ صغره وتمسك بها كما يتمسك الطفل بأمه، إنها لعبة كرة السرعة التي بدأ لاعبنا حسين ميرزا يمارسها ويتدرب على فنونها منذ نعومة أظفاره، فقد كان عمره 14 عاماً عندما انضم إلى المنتخب، حيث أطلق أول ضربة في سماء اللعبة ليطلق معها الصرخة الأولى التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أصول اللعبة وقوانينها كما هو معروف لدى خبراء كرة السرعة. وفي فترة بسيطة حقق العديد من الإنجازات المحلية والخليجية، منها ذهب الخليج وذهب العالم. رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج بروفايل شبابي، وضيفنا بطل كرة السرعة الأمريكية أخونا حسين ميرزا. كل عام بخير وتقبل طاعتك. أنت بخير ومنه ومنك صراحة الأمان حبيب قلبي. كرة السرعة الأمريكية، أي أحد تقول له المسمى يقول والله كرة السرعة هذه في شيء مرتبط بالرقبي، ولا شيء مرتبط خلنا نقول كرة القدم الأمريكية أو شيء، بس ما عندهم فكرة عن لعبة كرة السرعة. فشنو هي لعبة كرة السرعة؟ تقدر تقول إن هي لعبة من ألعاب المضرب. حلو. بس مختلفة عن باقي الألعاب. حلو. يعني أغلب الألعاب كرة المضرب لاعب يستخدم إيده فقط، شوية تركيز بس. أما كرة السرعة تضم أغلب الأشياء، يعني تضم أفكار وايد، تركيز تحتاج، لياقة، تحرك. حلو. يعني أغلب يعني مثلاً مثال تنس طاولة، يعني تحركات فيها بس مو كثر كرة السرعة، يعني تحركات بسيطة. صحيح. كرة السرعة أنت عندك يعني تقريباً مساحة كبيرة تتحرك فيها، فتحتاج لياقة ومجهود تركيز عالي. ممتاز. هذه هي كرة السرعة اللي أنت تلعبها. متى كانت نشأة كرة السرعة عندنا هنا في دولة الكويت وهي رياضة حديثة عندنا بالكويت؟ من 2009. من 2009 وصولاً لعام 2018 هناك استحقاقات وهناك خلنا نقول بطولات أنت شاركتوا فيها ووصلتوا فيها يعني إلى مناصب ومراكز جميلة. كلمني عن هذه البطولات. 2009 أنا كنت لاعب ناشئ. حلو. شاركوا بطولة العالم بمصر. حلو. حصل على المركز الرابع. بعدها ب 2011 شاركوا بطولة آسيا، حصلوا على ثنائي رجال مركز الأول. حلو. بعدين ل 2015 شاركنا بطولات عديدة، وكان في بطولات بالكويت. 2015 شاركت بطولة بولندا، خذيت المركز الثالث على العالم على فئة الناشئين. حلو. بعدين لبطولة تونس خذيت الرابع، يعني ما كان في إنجاز بس الحمد لله يعني استحقيت استحقاقات جميلة جدا بهذه الفترة القصيرة. وايد يعني بالنسبة لي أنا جميلة وراضي عنها يعني. لله الحمد لله. الحمد لله. بس احنا طماعين نبي أكثر وأكثر بعد أخوي حسين. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الرحمن. إنزين لو نتكلم أوسع، يعني خلينا نتكلم على نطاق أوسع عن ماهية هذه اللعبة، لعبة كرة السرعة، شلون تلعبونها وشلون تتم عملية احتساب النقاط ما بين كل فريق أو ما بين كل شخص يلعب أمام الشخص الآخر؟ شوف اللعبة بالبداية يعني مو أساس النقاط. حلو. النقاط مو أساس اللعبة، يعني في فئات معينة، يعني أقدر أقول لك في مثلاً الفردي أو السولو مثلاً نظام اللعبة. حلو. السولو شلون نظامه؟ ما في نقاط تحتسب، بس السولو تلعب الحين يعطونك جهاز تلعب يحسب لك دقيقة مثال بيدك اليمين. حلو. وطق طقة تفر لما ترد لي عندك تردها وتردها، ما تنطرها تفر أكثر، ترد بسرعة باليمين. حلو. فرضا نقول أنا جبت الحين
100 طقة، يعني أنا باليمين أي ب 116 طقة بدقيقة. ما شاء الله. باليسار قول يب 90 طقة. حلو. بعدين يلك داخلي، يدك ثنتين داخلي مضربين لي داخل. حلو. وفي لي برا. يحسب لك الأربع وضعيات كم تيب فيهم بالدقيقة ويجمعهم ويشوف باقي اللاعبين كم مجموعهم وانت كم مجموعك ويصنفك مني. هذا بالسولو. هذا بالسولو ايه. والفردي. ويلك تتابع. حلو. تتابع يكون مختلط صبيين وبنتين من المنتخب نفسه، مثلا انا ولاعب انا استخدم ايدي اليمين، وراي يكون واحد يستخدم ايدي اليسار. حلو. اللي وراه مثلا بنت تلعب بيدها ثنتين داخلي. حلو. اللي وراها بنت خارجي، يعني احنا الاربعه نقسم الوضعيات علينا على الاربعه، على الاربعه الوضعيات على الاربعه. اي يعني كل واحد بشنو يتميز، كل واحد بشنو يتميز، شنو يلعب مثلا نقول نص دقيقه او دقيقه يطق يصفر الحكم، اللاعب اللي بعده يبلش على طول تلقائي، يبلش وراه على طول تلقائي ياخذ مكانه. اي يعني الحين يصفون تي ورا بعض طابور، انت خلصت النص دقيقه يجي اللي وراك. اي انا الحين صافين طابور ورا بعض. حلو. واحد اول ما تبلش اللعبه يتخذ خطوه شويه يسار يبعد عن ربعه وما يكون صافين، يطق يطق يصفر الحكم، يرد ورا بالدور اللي وراه بالضبط تلقائي يروح يجي يكمل ياخذ المكان الاولى. اي بس بهاللعبه لازم تركيز عالي، يعني لازم انا الحين مش قاعد العب اقدر اللي وراي، يعني اذا حسيت الوقت بيخلص اخفف طقتي لانه هو بيكمل وراي. حلو. فلازم يعني اقدر اللي وراي شوي. ويلك لعبه الزوج يكون واحد ضد واحد، واحد ضد واحد تحتسب نقاط. اقول لك شلون الحين، الحين تبلش اللعبه بدايتها لازم بالبدايه تكون يعني تركيزك عالي، يعني من البدايه لازم توقف تثبت ريلك بنص الملعب ملعبك. حلو. وتلعب ارسال على مستوى يعني مناسب، لا عالي ولا نازل. حلو. حلو. واساسا بالملعب اللي تباري فيه يعني الشخص اللي قدامك يكون في خط، خط عريض ما تقدر لا تحوش الخط، بس عندك شيء واحد تقدر تسويه اللي هو تثبت ريلك على طرف الخط من جهتك مو جهه المنافس. حلو. من جهتك وتمد يدك عادي الدش، يعني تتخطى الخط هذا بجسمك بس ريلك تكون موجوده بملعبك انت. اي لان مجرد ما تحوش الخط تنحسب لك، تنحسب له هو نقطه. حلو. فالملعب مقسم نصين واللاعب عنده بملعبه المساحه التامه يسوي وين ما يروح، يعني مثلا عادي واحد مثلا الحين قاعد نلعب اللي قدامي طاح، فرض ان قدامي طاح يعني الله لا يقول طاح صار في شيء، يقدر يقوم اذا الطقه مالفه يقدر يقوم يكمل. حلو. عنده المساحه التامه بملعبه، ما اذا طاح بملعب اللي ضده تنحسب له نقطه، تنحسب نقطه ضده. اي حلو. انزين خلينا نتكلم وياك عن البطولات الخارجيه تحت مظله الاتحاد. انزين اللعبه هذه تعتبر لعبه اولمبيه. صح. حلو. مشاركاتكم تجي عن طريق منو بالضبط، او عن طريق اللجنه الاولمبيه اللي موجوده عندنا هنا بالكويت، ولا عن طريق منو بالضبط؟ شلون يتم دعوتكم للمشاركه في البطولات الخارجيه؟ عن طريق اللجنه الاولمبيه. حلو. وتم دعوتنا من طريق الاتحاد الدولي لكره السرعه، يتم ارسال دعوه حق رئيس اللعبه بالكويت، فرئيس الاتحاد الكويتي يبلغ اللجنه وبعدها نروح تروحون وتلعبون وتدخلون في هذه البطولة. إذا لو نتكلم عن العمر المعين المختص بهذه اللعبة، ما هو العمر المختص بهذه اللعبة؟ أنت تقول يعني سؤالك إنه يبين يعني العمر الأفضل. لا بروح حق العمر الأفضل، لكن أصغر عمر ممكن الواحد يشارك فيه. أنا عندي ولد صغير على سبيل المثال، عسى ربي يرزقنا الزوجة الصالحة ويرزقنا ابن البار ندخله بهذه اللعبة. عندي ولد أبي أدخله أبي أخليه يلعب، شنو العمر اللي أقدر أدخله فيه؟ ماكو عمر محدد، يعني 6 7 سنوات 8 سنوات يقدر يدش ينافس. في لاعبين دولة مصر شقيقة يلعبون من عمر 4 سنين 5 سنين. حلو. يعني كل ما كان حببته باللعبة من هو صغير، لما يكبر انت ضامن انه راح يكون من احسن لاعبين العالم. ممتاز. لان اللعبة تحتاج واحد يتعود عليها، واحد حابها، اما اللي مو حابها ما راح يتعود على اللعبة وايد. حلو. فاحنا نقول هني ان بداية دخول الانسان لاي لعبة تكون عن طريق حبه وشغفه تجاه هذه. صحيح. اللعبه، منو اللي علمك عليها حسين؟ نرجع نقول لعبه جديده، منو اللي قال حق حسين ميرزا ان هذه اللعبه موجوده بالكويت؟ ما ينسى فضله حسين ميرزا كون ادخلك هذه اللعبه. والله الصراحه خالي يعقوب دشتي هو رئيس الاتحاد بالكويت. حلو. ورئيس الاتحاد الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. هو بالبدايه جابها الكويت.
فقال لي حسين جرب تعجبك يمكن. والله من يومها لليوم انا قام العب. حلو ما شاء الله، يعني سنين يعني لعبت فيها من كنت ناشئ وصولا الى السن العمومي، الحين نقدر نقول تشارك ببطولات السن العمومي؟ اشارك ببطولات السن العمومي بس اقدر اشارك مع الناشئين لما اطوف 18. فانت ما شاء الله عليك قاعد تشارك خلنا نقول مع الفئتين، وهذه شغله جميله جدا. خلنا نتكلم عن مو السلبيات، انا ضد السلبيه وانا انسان ايجابي الى ابعد درجه، لكن شو اللي ينقص اتحاد كرة السرعة عندنا بالكويت وشنو اللي انتوا تحتاجونه كلاعبين ينقصكم وتحسونه ما هو موجود عندكم؟ هو اللي انا اشوفه يعني عن نفسي انا اشوف الدعم الاعلامي يفرق. الدعم الاعلامي يفرق بالكويت وبرا. حلو، اعطيك مثال. تحتاجون تسليط سكوب اعلامي اكبر. اي اكبر يعني بشكل وايد كبير. حلو، اعطيك مثال. 2016 سافرنا بطولة عالم بتونس. حلو، من أول ما طبيت مطار تونس ليل الفندق ليل البطولة أنا قاعد أشوف إعلانات اللعبة في المكان. حلو، بالكويت تصير بطولات يمكن ما تنعد ويمكن ما حد يدري. يعني تحتاجون تسليط ضوء إعلامي أكثر وأكثر. راح نتكلم مع حسين ميرزا عن البطولات، عن الاستحقاقات، عن الإنجازات الرياضية وعن الاحتياجات أكثر وأكثر، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. ورجعنا نتواصل معاكم بالدقائق الأخيرة من برنامج بروفايل شبابي. نبيك تكلمنا عن شعورك وانت تسافر بعمر صغير وتحقق هذه الإنجازات يا حسين. والله العظيم شعور يعني ما تقدر توصفه بسهولة. حلو، بس يعني كافي انه يكون عندك ثقه بنفسك، يعني بهالمرحله انت تكون واثق من نفسك بشكل كبير. حلو انك قاعد تسافر يعني بهالعمر الصغير وقاعد تحقق انجازات حق ديرتك. حلو، ممتاز وجميل جدا. تحقق الانجازات تسافر بعمر صغير وغيره من هذه الامور ما تجي من واقع فراغ اذا انت ما كان عندك اهل يشجعونك ويدعمونك. خلنا نتكلم عن دور الاهل، دعمهم تشجيعهم وغيره من هذه الامور. والله الصراحه اهلي يعني ساهموا بشكل كبير في الموضوع وداعميني، يعني تقدر تقول لأبعد حدود في هالموضوع، بس ماكو شيء بدون مقابل. صحيح، يعني لازم أول شيء أشد حيلي بدراستي عشان أسافر، هذا شيء أكيد. حلو، يعني سوي كذي عشان نعطيك كذي، ما تسوي كذي ماكو كذي. امتحاناتك تشد حيلك فيهم عشان تسافر، يعني ماكو شيء بدون مقابل. إنزين، دور الاتحاد ومدى يعني فهمية الاتحاد بوضع اللاعبين، يعني إحنا ما عندنا احتراف كلي بالكويت. صحيح، الاحتراف عندنا جزئي وباليا الله، ونقول عسى ربي يرزقنا باحتراف كلي. انزين، مدى فهميه الاتحاد لاوضاع اللاعبين في بطوله بس عندك امتحانات، ايش كثر متفاهمين الاتحاد ومتقبلين وضع اللاعبين عندنا في دوله الكويت؟ صراحه متفاهمين بشكل كبير. حلو، وايد كبير، يعني في وايد يعني لاعبين يعني يعتذرون كذي والاتحاد يعني ما يقصرون، يعني ما يلزم اللاعب او شيء، فالاتحاد بالنسبه لنا وايد متفاهم معنا. حلو، ممتاز، يعني هذه العلاقه الطيبه ما بين الاتحاد وما بين اللاعبين نتمنى نشوفها بأي اتحاد رياضي لأي لعبة رياضية موجودة عندنا هنا في دولة الكويت. خلنا نتكلم عن موضوع ثاني أيضا مهم وحلو أن الواحد يسلط الضوء عليه، موضوع الدعم الرياضي من قبل النوادي المختلفة. كم نادي تبنى هذه اللعبة؟ في نوادي يعني بينت القابلية عندها أن تبي تأخذ لعبة كرة السرعة وتدرجها ضمن جدول الألعاب اللي موجود؟ والله انا ما اشوف ان اللعبه تنجح بالانديه. ليش ما اشوف ان تنفع حق الانديه؟ لان راح يصير منافسات زياده عن اللزوم، يعني زين كل واحد يبي اللعبه وكذي، فراح تصير اللعب احلى الساحه يصير فيها ناس وايد، عشان يعني مثل ما تقول الناس تصنف نفسها ما بين الزخم الكبير اللي راح يكون موجود. هو شوف الفكره يمكن تصير انا بس يعني مو الحين، لما تشوف في اقبال على اللعبه من تقدر تدخلها عند الانديه. حلو، اما تشوف اللعبه قليل لاعبين، يعني الحمد لله قاعد يجون لاعبين تمرين، بس يعني تقول هاللاعبين كلهم اللي يجون تمريننا وزعناهم على النوادي. حلو، هم مو بالعدد الكبير اللي نفس الانديه. صف بحق المنتخب تاخذ النخبه. تاخذ النخبه من بينك انت. حلو، يعني لما احنا نيجي تدريبات مدربنا قاعد يشوفنا كلنا بوقت واحد. حلو، يدري منو يصفي حق شنو. وقبل يعني عندكم لاعبين انتم مو بالمنتخب. ايه، عندكم يعني يلعبون باللجنة الأولمبية لكن مو بالمنتخب هم. حلو، فهذا الشيء جميل جدا، كأنه نادي مصغر صاير عندكم أخوي حسين. حلو،
إذا لو نتكلم عن طموحكم، الأشياء اللي أنتوا تريونها بالمستقبل، الأشياء اللي أنتوا تبونها كلاعبين لهذه اللعبة، قل لي الشيء اللي خاطرك فيه وقل لي الشيء اللي عادتك ويعني مضيق خلقك تبي تغير. أنه يتغير بالنسبة لنا ولا الشيء اللي أنا بيه كإنجاز؟ أبي الاثنين أنا. والله الشيء اللي أنا بيه كإنجاز إن شاء الله عندنا بطولة تاريخ 26/6 بإذن الرحمن إن شاء الله باليابان. حلو. هتكون بطولة آسيا، والله أتمنى ناخذ فيها المركز الأول إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ونتقدها ونتكفو وتجيب إن شاء الله المركز الأول، شيء ما هو بعيد عنك. الشيء اللي ودك إنه يتغير تجاه هذه اللعبة؟ والله أتمنى إن يسلطون ضوء أكثر على اللعبة شوي. حلو. إعلامياً الحين إحنا برنامجنا يعني هذه بادرة خير. هذه بادرة خير. إن شاء الله يا رب. إحنا صباح الخير مو مقصرين. نفس المذيع. حلو. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وأتمنى يزيد اهتمام باللعبة، واللي يعني حاب يجرب اللعبة وتبي يلنا متواجدين إحنا مركز شباب القصور ويجرب، يمكن لاعبين يزيدون شوفي. بس هذا اللي أنا أشوف إنه ودي يتغير، إنه تغير نظرة الناس حق اللعبة، يشوفونها بنظرة أحسن بإذن الرحمن. أنت كفيت ووفيت، يعطيك العافية أخوي حسين ميرزا على العنوة وعلى الجية وعلى هذا الكلام الطيب، وقواك الله، وإن شاء الله نشوفك مقتنص وجايب البطولة باليابان، جايب المركز الأول إن شاء الله في بطولة آسيا. كل الشكر لك أخوي حسين، يعطيك العافية. خلونا ننتقل معاكم نسوي أبديت لذاتنا ونرجع عشان نقول لكم مع السلامة. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله معانا في فقره جديده من فقرات ابديت ذاتك. موضوعنا اليوم عن الابداع، وراح نتكلم بالتحديد عن العناصر اللي لها دور في زياده الطاقه الابداعيه. مثل ما وضحنا في السابق ان قضيه الابداع قضيه مكتسبه ومهاره مكتسبه، ما يدش فيها ويتخللها العنصر الوراثي. مهاره الابداع وضحنا دورها ووضحنا أهميتها، ولكن السؤال المهم شلون أقدر أزيد من رصيد الإبداع عندي؟ هل في عناصر ساعدني في هذه القضية؟ في عناصر كثيرة راح نذكر أهمها اللي تساهم في زيادة الطاقة الإبداعية، منها قضية التعلم المستمر. اليوم إحنا ما شاء الله الأبحاث والعلوم يعني يدوب تتضاعف بالشهور، المعلومات والأبحاث ممكن تخدمنا في قضية الإبداع. طبعاً الإبداع على حسب مجالك ممكن تفيدك، أي تطور يصير في قضايا العلوم والأبحاث ممكن يساهم في الإبداع والابتكار في مجالنا. العنصر الثاني قضية حضور الدورات التدريبية المرتبطة في موضوع الإبداع. طبعاً هنا أنا ما أقصد أي دورة، دورنا عاد هنا إن نسأل عن موضوع الدورة، محاور الدورة المرتبطة في قضية الإبداع والابتكار، المحاضر، كفاءة المحاضر، تميزه، شنو ممكن يضيف لي في جانب الإبداع. النقطة الثالثة في قضية العناصر اللي ممكن أن تساهم في زيادة الطاقة الإبداعية عندي هي قضية السفر، اللي إحنا أكثرنا طبعا نستخدمها ونستهلكها في حياتنا، ولكن السفر على أنه وسيلة للترفيه وعلى قولتهم الرفاهية، ولكن أكثر الناس ما تستفيد منه من ناحية الإبداعية في تعزيز قيمة الإبداع. السفر يساهم بشكل كبير في تكوين أفكار جديدة وثقافات جديدة، بل يساهم في ربط ونقل الأفكار من بلد إلى بلد، ممكن يحدث الإبداع. المتاحف، المشاريع اللي نشوفها، الاختراعات اللي نراها في السفر في البلدان الأخرى، هي أمور ممكن أن احنا نستعين فيها، ممكن أن نعدلها، ممكن أن نجلبها إلى بلدنا ويكون تحقق كذي الإبداع. النقطة الرابعة هي قضية مصاحبة المبدعين، مصاحبة الناس اللي على قولتهم أصحاب الفكر الإبداعي، أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم حاضرة، نتعلم منهم، نتعلم من خبراتهم، لأن هؤلاء الأشخاص أكيد مروا في تجارب، مروا في عوائق معينة،
تخلصوا من مشاكل معينة، لهم طرق معينة ممكن يفيدونه ويساهمون في تعزيز الطاقة الإبداعية عندنا. هذه كانت بعض العناصر اللي تساهم وتزيد في قضية تعزيز قيمة الإبداع. نشوفكم في لقاء آخر، شكرا. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا بنفس المكان ونفس التوقيت على KTV سبورت. في أمان الله.